اليوم ان شاء الله غادي نحضر معاكم القوق بالجلبانه واللحم بالكري. هانتوما ماشي. هيا انا ندير معاكم التفاصيل حتى الطريقه ديال التنقيه ديال القوق وكل شيء. اتمنى تعجبكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديال تنقيه القوق. ها نتوما، ومن بعد غنديرو في الطويجين مع شويه ديال الجلبانه. هانتي كنحضروا البانيو هكا، فيه الماء والحامض، وكنعصروا فيه واحد حامضه ني تكون كامله كامله غنعصرها فيه. ها نتوما نديرها فيه كلها في هاد الماء باش تلق فيه مزيان باش ما يكحلش ليا ملي نقيه. بسم الله على بركة الله. غادي نبدا التنقية ديال القوق. كنقطعو ليه هاد القاع هكا، هاد الجنب هانتوما. خاص يكون الموس ماضي مزيان باش تقطع. نتوما التجربة جبتها غير البارح دغيا نشف. حيد هاد الراس ونعاود نقص هاد شوية بيدي حيت جاني هذا قاطع. اللي كيكون جديد غير كيدير، ولكن هذا بيت واحد يومين حبك شد. هانتوما كتجيب هاد الراس، هاد الراس هذا غنقطعو من هنا. هانتوما نقطعو من هنا، هانتوما باش ما كان نص ماضي باش ما كان زوين كيسهل علينا. غادي نبدا نحيد هكا الجنب هكا نتوما شويه بشويه. نبدا ندور عليه كامل. ها هو ندور عاوتاني نحيد هاد البلاصه القاصحه من هنا. ها هي هانتوما صافي، وغنخويه من الداخل. إلا كان موس عندو الراس كيكون حسن، كتخشي كامل هاك وكتبدا الدور. باش ما كدور هكا كيتحيد من الراس. هانتوما انا خويتها، بقي واحد شويه هنايا في الجنب، بقي واحد شويه في هنا شوف حيدو. هانتوما هاهي بعد ما نقيتها قديتها كامله، وغنديرها في هاد الماء لي انا عصرت هاد الليمون بهذا الحامض. باش تبقى شاده البيوضه ديالها بعد ما ساليتو. ها هو نتوما ساليتهم كاملين. هاهي نخلي في هاد الماء حتى نقاد الطاجين، وغتبعو معايا الطريقه. نتوما هانتوما بعد ما طيبت الحيمه، لحقتش عندي الحيمه شويه قاصحه، هاهي طيبتها. درت معاها هذا، درت معاها شويه ديال واحد جوج عظام ديال التميره لحقتش قاصحه، ما بغاتش تطيب ليا اللحم، شدت ليا الوقت بزاف. هانتوما معايا هاهي الحيمه،
شدت لي الوقت بزاف بزاف بزاف. دابا غادي ندير معاها داك القوق. ها هو كيف شفتوا راني غاسلاه صافي نقيتو كلشي. غنحطهم باش يشرب هاد المرقه. نحطهم شويه بشويه، نحطهم قادين باش يشربوا ليا الطيف هاد المرقه ويشربها. انتما كيف كتشوفوا هو غنزيد دابا الجبانه فوق منهم وغنديروا طاب. غير غادي تشرب هاد المرقه، ما تبقاش فيها المرقه، صافي غنطفي ليه. اللحيمه درتها طابت مع شويه ديال الربيع، شويه الثومه، شويه الزيت، البزار، الخرقوم، التحميره، الملحه، ودرت معها واحد جوج عظام ديال التمر، العلفات ديال التمر لحقاتاش ما بغاتش طيب، قاصحه شويه. انا غنزيد دابا الجبانه ونكمل معاكم. ها انتما انا غنزيد دابا الجبانه، ها هي كل وحده نحط فوق منها شويه الجبانه. هاهي كل وحده نحط منها شويه الجبانه ديالها وغنديرها طيب. هانتوما بعد ما طاب ها هو راه جاني، شوف ما فيش المرقه ما حتى حاجه. بعد ما طاب هانتوما كتشوفوا فيه جات اصلا ما كتكونش فيه المرقه، فيها الماء كيكون خاطر المرقه ديالو. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش في لايك ديالكم، وما تنساونيش في اشتراك وبارطاجو مع حبايبكم، وتبارك الله عليكم. انتما